صار الرعب كثير كبير في مخيم جباليا، فاضطرينا ساعتها ان احنا نخرج. خرجنا عن طريق الممر الامن، اخذنا باص عباره عن باص روضه، وجهنا الى سوق السيارات. في سوق السيارات في كانت في كرات هناك، بالذات عشان وضعي وإني مكسوره، اخذوني ووصلوني عند اول الدبابات. عند اول الدبابه نزلت اني امشي الطريق الامن اللي ادعوا انه في هناك طريق امن. اول صدمه لي، انا كنت من سكان البريج، قعدت 4 سنوات للامانه ما عرفتش اي معالم من معالم الطريق اللي انا موجوده فيها من كثر الهدم والخراب. شفنا شهداء على الجهه اليمين، شفنا في سياره كان فيها 4 من الشهداء مسحمين، كانوا قناصه ينظروا الينا، وكنا شايلين كمان الووكر. مشينا لحديت ما وصلنا الممر، في الممر اولادي فتشوهم تفتيش كامل، راسهم الى اسفل قدميهم بجهاز تفتيش، خلوهم يرفعوا ايديهم. كان في مناظر فظيعه شافوها الاولاد، اعتقلوا شباب امام اولادي، وللاسف وانا متاسفه على هذا الشيء انه حتى البوكسر للشباب شلحوهم البوكسر وكانوا عاريين، خلوهم يزحفوا على الارض وكل انواع الزلوه.